من خلال تتبع ديالنا الأنشطة الثقافية والفنية لمجموعة المهرجانات التي تنظمت على المستوى الوطني، من بينهم مهرجانات الشواطئ فيما يخص واحد الفيديو روج للفنان محلي مقيم مدينة تطوان. كاين بعض الناس اللي التقطوا واحد الفيديو وخذوا منه واحد لابارتي كيف ما كنقولوا ديال الوقت، ودار ضجة عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. توصلنا مجموعة كذلك ديال الفيديوهات ديال الفنانين النجوم إلى آخره، وعدة شكاوى من عدة فنانين وموسيقيين بالمدينة أو على المستوى الوطني بخصوص ما وقع في مهرجان الشواطئ. بالدور ديالنا كنقابة صدرنا واحد البيان استنكاري كنوجهوا فيه وكنحملوا فيه المسؤولين والمشرفين على تنظيم هذه التظاهرات الفنية الكبيرة اللي كتعرفها البلاد ديالنا دائما في المرحلة ديال الصيف. وخلال التتبع ديالنا واتصال ديالنا بالمنظمين ومدراء الفنيين المشرفين على هذه المنصات، خبرونا وزودونا بالبطاقة المهنية الخاصة بهذاك الشخص يعني اللي كان في لاسين ديال المارتيل بأنه فنان مهني معتمد من لدن وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة. وربما ذاك النهار ما كانش في المود ديالو، وهذا كيوقع بعض المرات كيجي داك لوطخاك الفنان يعني عامة سواء يكون في لاسين أو في التلفازة أو أمام الكاميرا. بالدور ديالنا دائما من يعني ما كنواكبوا هذه الانشطه الثقافيه والفنيه في اطار المهرجانات اللي كتنظم، وكنحاولوا نديروا واحد التتبع باش ما تكونش ميوعه للمهن الفنيه، المهن التي اطرها قانون الفنان 68/16، باش ما نسمحوش ان هذه المهنه تميع وما يبقاوش فرص للفنانين اللي كيشتغلوا بواحد الطرق احترافيه، فنانين اللي عندهم اسم في الساحه. كما كتعرف دابا الفن ولا خدمه اللي ما خدمتها له، ولا كلشي كيمتهن هذه المهن الفنيه كتجيهم سهله باش يطلع يأدي، باش كتبان لي سهله بانه يطلع يمثل ولا يطلع يغني. حنا بدورنا كنقابه كنستنكروا لهذا الموضوع، وكنبغوا نقولوا للمسؤولين المشرفين على جميع المهرجانات الوطنيه باش يضبطوا زمام الامور ويضربوا بيد من حديد عن كل من ساهم او سوف يساهم في ميوعه المهن الفنيه، وكذلك الوزاره الوصيه على القطاع اللي هي وزاره الثقافه باش تكون واحد اللجنه ديال الاشراف والتتبع من طرف الوزاره لهذ المهرجانات في اطار واحد المذكره تكون وزاريه من طرف السيد الوزير، وتثبت يعني جميع المديريات الجهويه ديال الثقافه وتبعت لها، وكذلك المهرجانات اللي غادي تنظم اللي كتنظمها الجمعيات الثقافيه والفنيه وكتنظمها الشركات الداعمه او الشركات المنظمه باش ما تكونش ميوعه، باش تبقى اخلاقيات ديال المهنه. حنا في بلد اسلامي لله الحمد تحت اماره سيدنا اماره المؤمنين سيدنا الله ينصره ويطول في عمره، وخصنا نحافظوا على المورود ديالنا الثقافي الفني من ديتار، خصنا نحافظوا على القيم ديالنا وعلى المبادئ ديالنا.